بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ به نستعين عليه نتوكل منه دوما وأبدا، نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم مشاهدين الأعزاء في هذا الصباح المميز، نحييكم في صباح يوم السبت الموافق 27 من شهر نوفمبر شهر 11 لعام 2021 للميلاد. نحييكم من أرضية هذا الميدان، ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث، هذا الاسم الذي يطلق على أرضية هذا الميدان حديثا، حيث ينطلق في صباح هذا اليوم السباق السابع ضمن السباقات التمهيدية التي بدأت ببداية الموسم لتستمر حتى نهايته. هذا اليوم الذي يأتي مواكبا لانطلاقة أيضا أحد المهرجانات الكبيرة التي قدمت لهذه الرياضة، وهو مهرجان جائزة زايد الكبرى. لينطلق هذا السباق مواكبا لهذا المهرجان، يستعد الكل لانطلاقة أول أشواط الحقائق. 20 شوطا وزعت في صباح هذا اليوم ما بين الإبكار والقعدان بأشواط متتالية تنطلق في مسافة 3 كيلومترات بجوائز نقدية قيمة قدمت للعشر المراكز الأولى من كل شوط خلال هذه الأشواط. انطلق مشاهدين الأعزاء بأمال كبيرة وبأمنيات تتحقق يتمناها المشاركين بأن تتحقق مع هذه الأشواط المنطلقة. الشوط الرئيسي أول أشواط الحقائق، أول أشواط الإبكار الذي يأتي بعنوان نوعيات حضرت وتواجدت وتوافدت إلى أرضية هذا الميدان. أهلا وسهلا بالجميع، نسير مع بداية هذه الانطلاقة، ناتي مع هذه الأعداد التي تضيء في أرضية هذا الميدان. مقدمة الشوط اليمامة محمد بن عبيد بن سعيد السبوسي يأتي من أحد أبناء هذا الميدان متقدما بوجود اليمامة الهائلة، بدأت بالتحرك. حمداب بن ناصر بن علي النعيمي يعلن أيضا بانطلاقة ووجود الهائلة في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع. ننتقل إلى المركز الثالث حيث تتواجد، حيث تنطلق كرارة، هادب بن حزمي بن قناص العامري يأتي بهذه السلالة والنوعية، وهي كرارة متقدمة في المركز الثالث. المركز الرابع النواعس راشد بن سعيد بن ناصر بن مشيط المري. المركز الخامس وصل الضبا عبيد بن ناصر بن سحمي الهاجري يأتي بوجود وانطلاق الضبا التي تتقدم في المركز الخامس. هذه النتيجة للمراكز الأولى، هذه الأسماء المتقدمة، ولكن هناك مجموعة كبيرة من الحقائق الإبكار حضرت في أول أشواط الإبكار، أتت في أرضية هذا الميدان لتتنافس من أجل تحقيق المركز الأول، العودة إلى شعار النعيمي، العودة إلى الهائلة. حمداب بن ناصر بن علي النعيمي يأتي بانطلاقة هذه النوعية وهي الهائلة تقود المسار لتبدأ بالانطلاق المثير. تحركت على المركز الثاني كرارة، هادب الحزمي بن قناص العامري عشق هذه السلالة وقدم نوعيات عرفناها سابقا مع بالحزمي، لياتي ايضا بوجود كرارة في المركز الثاني. المركز الثالث هي نويعس راشد بن سعيد بن ناصر بن مشيط المري، والمركز الرابع وصلت مسرة
سعيد بن راشد بن سعيد بن مشيط المري ياتي بانطلاقة وجود مسرة في هذا الانطلاق من الجانب الاخر. وبر حمد بن غانم بن حموده الظاهري يصل بوجود وبره مع لوحة الكيلو متر الاخير. اشتدت المعركة، تصل كذلك الشاهينية، صالح بن حمد بن هاملة مع وجود الشاهينية انضمت الى دائرة الخمس المراكز الاولى. مقدمة الشوط مع بن مشيط، بالحزم يتقدم، بن حمودة يتواجد. هذه هي ايضا انطلاقة مسرة، سعيد بن راشد بن مشيط ياتي بانطلاقة مسرة، ابناء بن مشيط، بن حمودة، وبرة وبرة وبرة، بن هاملة يتحرك، بن هاملة يتحرك مع الشاهينية بوجود وانطلاقة شاهينية. صالح بن حمد بن هاملة غيرت الى المقدمة، بن مشيط مع المركز الثاني مسرة، وبرة بن حمودة، ايضا قارن بن علي بن حمودة هناك. ومشاهدينا الاعزاء، حمد بن قارن بن علي بن حمودة الظاهري ياتي في هذا الانطلاق، ثلاثية قوية، ثلاثية قوية. خلاص يا ابو راشد، ما تبقت الا هذه الامتار الاخيرة، 400 متر اخيرة، بن مشيط بن هاملة، بن حمودة، بن حمودة مع الصدارة، وبرة وبرة، اول الاشواط، اول الانطلاقات. حرك الالي وروح، حرك الالي يا ابو راشد وروح نحو المقدمة. هذا بن هاملة قادم من احد ابناء دولة قطر، من ابناء الشحانية، ولكن شوف، شوف الشاهينية، وبرة والشاهينية، يا هي امتار اخيرة، يا هي معركة طاحنة ما بين الثنتين، الشاهينية مع بن هاملة، الشاهينية مع صالح بن حمد بن هاملة، تختطف اول اشواط الابكار، الشوط الرئيسي، الشوط الرئيسي مع بن هاملة، سلام بن هاملة سلام. المركز الثاني لحمد بن غانم بن حمودة، ثالثا كانت لراشد بن سعيد بن مشيط، ورابعا هو شعار العميمي وصل ايضا في المركز الرابع. والمركز الخامس عند اعضاء لجنة خط النهاية. سريع هذا الشوط بتوقيته 4:34. تهانينا والناموس لمالك الشاهينية على الفوز والانتصار، حققت الابداع الكبير صالح بن حمد بن هاملة، سلام بن هاملة سلام على هذا الابداع.